قال لك خاصك دير لي واحد شي خطير، خاصك دير لي واحد اعتراف بدين ديال 10 المليون حتى الموتيم ديال الاخير ديال سميتو ديال 2026 وغادي نخلي بناء والو باش يخليك في المنصب ديالك. يعني كرشوه ولا شنو؟ كرشوه باش يخلي نموت. وهذا السيد هذا رئيس الجماعه هذا راه درت به شكايه سيد وزير العدل، راه دابا عطيتها له. لازم بالقانون، ماشي هو يبقى يدخل ويخرج على كيما بغى، راه ما يمكنش. راه كاين قانون في البلاد، كاين دستور هو اللي كيحكم، كاين ميثاق جماعي هو اللي كينظم العمل ديال الجماعات، ماشي غير اجي وخرج ودخل كيف ما بغيتي. هذا السيد خصو يعرف راسو اش كيدير، لان هادشي غادي يؤدي لشي حوايج ما شي فوضى داخل المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. دحو مدني، النائب الثالث لرئيس جامعة الرماني. بالنسبة لهذه المسائل اللي دابا حتى أصبحت عضوا، بناء على كنت أصبت بمرض السكري وفطرت فيه الأسبوع ديالي الأيسر، والمهم اللي فطرت الأسبوع الأيسر وزارني الطبيب في المستشفى وشافني ودار لي الإقالة. علاش هذه الإقالة؟ ملي قلت له شنو الأسباب عطاني واحد الإعذار وجاوبته، قال لك أسيدي هذا الشيء هذا الرئيس هذا تيبغي شي حوايج ما كايناش، قال لك خصك دير لي واحد شيء خطير، خصك دير لي واحد اعتراف بدين ديال 10 المليون حتى الموتيم ديال الاخير ديال سميتو ديال 2026 وغادي نخلي بناء والو باش يخليك في المنصب ديالك. يعني كرشوه ولا شنو؟ كرشوه باش يخلي نموت. وهذا السيد هذا رئيس الجماعه هذا راه درت به شكايه سيد وزير العدل، راه دابا عطيتها له ودرت به شكايه لسيد العامل، باقي الامور راه باقا كما عليها تتسناو سيد العامل شنو يقول. هذا السيد تيدير شي مشاكل خطيره جدا، والسبب في ذلك هو المرض والمواطن. قلنا له ودي خصك تخدم، ها كاين في الدائره ديالنا تتسمى هذه الدائره ديالنا دائره المغضوب عليهم. انا نجحت معايا السيده ديالي في حي الامال الدائره 10، هذا السيد تيقول لنا انتم المغضوب عليهم، وعطي واحد التعليمات للناس ديال البلديه ولا الناس ديال الموظفين ولا اصحاب الاناره ولا اصحاب كل شيء، تيقول لهم هادو ما تخدموا لهم شي حاجه ديالهم نهائيا. هذا الرئيس هذا الشيء راه من هذا المنبر هذا تناش المجتمع المدني وتناش السيد الامين العام وتناش جلاله الملك باش يدخلوا في هذه القضيه هذه ديال الرئيس، راه خطير ومعروف. وجيو ديروا استجوابات في الروماني وغادي اشنو يقولوا لكم. هذا السيد انا راني غنتابعه قضائيا ان شاء الله تعالى، وراه المشكل ديالنا القضيه بقى الشكايه للسيد العامل، راه سمعنا السيد الباشا ورجع السيد العامل هو اللي ياخذ القرار، ومع تياخذ القرار اما غادي يتخذ الاجراءات هو شخصيا او غادي يمشيو للمحكمه الاداريه. حاليا يعني كيفاش الامور في الجماعه؟ الامور متشنجه، ما كاينش العمل والو، دخل الناس من المعارضه قال الاول والثاني، قال لي انا وقال النائب الرابع وقال حتى رئيس المرافق. بالنسبه للمواطنين ما كاينش؟ كاين المواطنين، المواطن قال لك خرجوا بالعرام باش ندوروا نشوفوا شنو كاين. هذا الشيء اللهم انا هذا منكر، وهذا الشيء راه خطير جدا. شنو الرساله ديالك؟ الرساله ديالي تنقول بان هذا السيد خصو الردع، هذا الرئيس هذا وخص الامور ترجع الى نصابها. وانا من هذا المنبر تناشد السيد عامل اقليم الخميسات باش يتدخل تدخل فوري باش يفكنا هذا المشكل هذا. الاسم ديالي زين الخطابي، مستشاره بالمجلس الجماعي للرماني. انا كانت عندي الصفه ديال النائبه الرابعه في المجلس، والرئيس دار لنا الاقاله انا والنائب الثالث اللي معايا. الاسباب ما عرفناش شنو هي بالضبط، هو كيدعي باننا حنا ما كنلتزموش بالقيام بالمهام المنوطه بنا، ولكن بالعكس حنا كنحضروا وكنوقعوا كل شيء، وكاين الشهود، كاين الكاميرات، كاين الموظفين، كاين السجل ديال الارشيف اللي كيشهد باننا حنا كنحضروا وكنأديوا الخدمه ديالنا. كنتفاجئوا انه صيفط لنا الاعذار ما كاملش 60 يوم، داخل اجل 60 يوم. من بعد انا وقعت في الصباح، في العشيه كيحيد لي التفويض ديال صحيح الامضاء صافي. من بعد عادي هو عنده القرار انه يعطينا التفويض او يحيدو، ماشي مشكل. ولكن المشكل هو السبب ديال الاقاله، دعا باننا حنا ما كنجيوش نديروا الخدمه ديالنا، وهو ما فهمتش. حاليا شنو الوضع ديالكم في الجماعه؟ حاليا دابا حنا باقين ما القضيه مشات عند السيد العامل، مازال ما اشرش عليها، ولا اشر عليها غتمشي للمحكمه الاداريه، ديك الساعه غنتاخذوا عاوتاني اجراءات اخرى. دابا الوضع شنو الرساله الاخيره؟ الرساله الاخيره هو ان هذا السيد هذا خصو يلتزم بالقانون، ماشي هو يبقى يدخل ويخرج على كيما بغى، راه ما يمكنش. راه كاين قانون في البلاد، كاين دستور هو اللي كيحكم، كاين ميثاق جماعي هو اللي كينظم العمل ديال الجماعات، ماشي غير اجي وخرج
ودخل كيف ما بغيتي. هاد السيد خصو يعرف راسو اش كيدير، لان هادشي غادي يؤدي لشي حوايج ما شي فوضى داخل المجلس. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.